البداية كما تعودت مقالي وما قالوا والتعاون مع أهل الشر، ده عنوانك وده قلقك وده تحذيرك. جدا جدا مجموعة من الأخبار، أيوة، من كتر ما هي بتتقال ويحصل هيصة عليها ورد وبتاع ولا إلها صدى عند جمهور الأهلي، أنا اللي عايش جوه المطبخ ساعات بتمخول، فببتدي ألجأ لكل مصدر في النادي الأهلي على كل خبر. طب وأنت المصدر بقى؟ والله العظيم ثلاثة، أنا لسه قافل مع يعني مع الناس اللي هي يعني مصادر القرارات، كل هي اللي هتكلف. أيوه. لا مصدر القرار قال في حاجة خالص في موضوع زيزو خالص. استناني، أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك الأهلي لم يفاوضه؟ خالص. أنا أمير بكلمه قال لي ولا الهوا كابتن، معرفش الكلام ده جابوه منين. لا هو قال ولا احنا قلنا ولا في اصلا هذا الموضوع، وليس هذا هو الوقت الذي يمكن ان يصار فيه مثل هذه الامور الا لكان حد حادفها عايز يعمل مشكله. عايز يشعر الناس في ضيقها انها الاهلي بيعمل كذا وبيسوي كذا. لدرجه الانسان الحصيف الفيلسوف ايمن يونس يعلق على هذا الامر يقول لك الحفاظ لعيب تحفاظ لعيب، يا خليك انت رمانه ميزان دلوقتي، استقل اخبار. انا ما عنديش مشكله كابتن ايمن تسالني وهجيب لك والله الخبر اليقين. يعني اصلا المسائل، هو انت لو عايز تتفاوض مع لعيب او هو يتفاوض مع لعيب، ما هي المساله في الاخر بتبقى متاحه متاحه معلنه، بس ده لا توقيتها ولا زمنها ولا ينبغي ان تكون الان في اي حاجه. الزمالك عنده ظرف بيسيطر عليه، خلاص لازم نقف بعيد، ناخد خطوه لورا وما لناش دعوه، وربنا يوفقهم باذن الله. لكن ما فيش حاجه من خالص، مثلا يعني ده واحد من الامثله يعني. وهكذا يعني عند سالني مروان محسن، فجاه الكابتن محسن صالح مدير او رئيس لجنه التخطيط قال ايه؟ بيوصي بعدم تفعيل عقد مروان الجديد. هو لما يتقال الكلام ده مقصود بيه ايه؟ مقصود بيه إثارة مشكلة بينك وبين فيرويد في توقيت مهم، في توقيت مهم، وأصبح النهارده مفيش غيره هو وصلاح محسن وأحمد ياسر، يعتبر وأحمد ياسر اللي هم لسه راجعين للفريق، وأحمد ياسر ما أنتش عارف هيعار تاني ولا لسه. طيب فأنت هنقول يعني، فأنت هو بيصار الكلام ده ليه؟ لما يصار على صفحات الاعلام نقول صحافه بتجتهد وبتعمل يعني عناوين جاذبه، لما يبقى في المعسكر الاخر نقول عايز يصدر لك مشكله، لكن لما يتلقفوا الاهلاويه وعشان كده بقول لك احذروا. انت افضل ما تقدمه للنادي الاهلي الان يا اهلاوي يا مخلص يا حبيب الاهلي هو الحذر. لا يمكن ان يكون علاقتك باي عنصر من عناصر اللعبه في النادي الاهلي كده مهما كان.